شريستي لهالدرجة ما بتفهم؟ ما حدا بتحكي بالموضوع غير لما وصلت لعنا؟ هلا المهم خلينا نلاقي علبة الدواء وناخذها لمرت عم، رح تنبسط منها. ليش عاملين المستودع برات البيت؟ لازم يكون جوا البيت مشان الواحد يوصل فورا. شو بيعرفني هدول عائلة لوترا كيف بيفكروا؟ يعني وين بدها تكون محطوطة على البيت هالدواء؟ يعني ما عم بفهم، معقول علبة دواء لعمي ما هيش يحطوها هون بالمستودع؟ مزبوط، يعني بدهم يعملوا فينا مثل ما عملنا فيهم. شو عم تقولي؟ أختي، نحن مو حبسنا بريتا بحمام الغرفة؟ اجت الشريستي وطالعت اختها من الغرفة وخططوا يعملوا فينا مثل ما عملنا فيهم ويحبسونا بالمستودع. خلينا نروح قبل ما يوصلوا ويقفلوا الباب علينا. يلا امشي. ريتا لا تقفلي الباب، افتحي لنا الباب. ما حدا رح يفتح لكم الباب، وانتو رح تضلوا محبوسين هون لحتى يجي على بالي انا افتح. بريتا ما هي انت اللي بلشتي، حبستينا انا وشريستي بغرفة الضيوف، فكرتي بهالطريقة رح تنفذي الخطة تبعك وانه ما بقى فينا نمنعك. وانت شيرلين ما بتخجلي من حالك؟ مشاركة ماهرة بالخطط يلي عم تساويها، فهميني شو هدفك. لك شو فايدة الحكي أصلاً؟ كيف بدك تخجلي؟ ما أنت ما عندك لا ضمير ولا أحساس ولا سمعتي فيهم. سكتي بريتا أورورا وافتحي الباب. خوفتيني؟ ضلي صرخي بأعلى صوتي وما رح تستفيدي. يلا خلينا نسمع صوتك إذا حلو. بس ما في أمل، ما حدا رح يسمعك لأنك محبوسة بالمستودع الخارجي يلي برا البيت. لهيك لا تتعذبي. وصحيح الناس عم يحتفلوا بالعيد بالبيت، يعني ما حدا فاضي يسأل وينك أنت. ما تفكري حالك حدا مهم ورح يستفقدوكي، ما بظن حدا رح يجي ليطالعك. عن جد زعلانة عليك، لو أني بوثق فيكي أو هالقليلة مانك وحدة مأزية كنت فوراً طالعتك من هون، أو أصلاً ما كنت عملت فيكي هيك. بس بصراحة أنت ما بتستاهلي، بعرف قديش عملتي مشاكل لهالعيلة، بدي ريحهم منك شوي. إيه خصوصاً اليوم لأنه مبسوطين مشان عمي ما هيش اللي رجع له وعيه. انتبهتوا أنك كنت موجودة ولا لا؟ أصلاً أنتوا التنتين مثل بعضكم، ما بتستاهلوا تشاركوا العالم فرحتها، ما بتتمنوا الخير لحدا. شوفوا بس افضى بيجي بفتح لكم. كل عام وانتم بخير. شريستي وقعتي على رجلي؟ ايه امشي على مهلك. امشي.